بس بكفي. انا عم اقول انه تبعد عنا شوي لانه يمكن تاذيك لانه خطيره. خليكي ساكتي احسن ما زدت عليكي. لا بس انت لا تقرب كثير. يا حلوه، بعتقد انك اجيتي لهون بالغلط. اكيد فكرتي انه في حفله عندي بالبيت، بس الحقيقه ما في هيك شيء ابدا. يعني يمكن يكون في حفله عم تصير ببيتك هلا وتركتي الحفله لانك عصبتي بعد ضيعتي الطريق وهيك وصلتي لعندي لهون. انا برايي تعطيني العنوان ورح وصلك على بيتك اذا بدك ومنتساير مع بعض. ماشي؟ لا شو عم تعمل؟ شبك؟ فهمت علي؟ شفتي كيف؟ الحية ردت علي، معناها عم تفهم كلامي.